غير عصيدية، تمام؟ اللي ما لها علاقة بالعصايد. أهم هالأمراض هاي هي داء بنلاقيه منتشر عنا بكثرة، خاصة عند الشباب المدخنين، اللي هو داء برجر. أكيد حدا منكم سمعان داء برجر قبل. استاجابه. داء برجر مرض شرياني التهابي غير عصيدي. ركزوا على كلمة غير عصيدي، نحن حاليا ما عم نحكي عن شرايين مريضة، ما عم نحكي عن شرايين فيها عصايد، عم نحكي عن شرايين سليمة، تمام؟ اكتشفوا العالم النمساوي اللي هو برجر يعد من أكثر الأغراض الشريانية الالتهابية غير العصيدية شيوعا، يعني أشياء من تكاياسو، أشياء من جوازاتي، أشياء من الجيانسيل أرتيرايتيز، أشياء من بهجة، من أشياء الأمراض اللي ممكن تلاقوها غير العصيدية. يصيب الشباب بعشرين لأربعين سنة، يكسر حدوثه في منطقة الشرق الأوسط وخاصة لدى العرب واليهود اللي هن الأصل جينات واحدة يعني. فعادة ممكن نلاقيه بالعرق السامي اللي هن العرب واليهود، وحتى الأكراد ممكن تلاقوه. إن كثير بحلب يجونا مرضى من الكرد، خاصة المدخنين والأكراد، معروف عنهم مدخن كثير يعني. فنحن بهالمنطقة هذه نعرف واحد. طبعاً تلاقوه قليل بالآسيويين، قليل بالأوروبيين، بالعرق القوقاز أو عرق الهي، فممكن تلاقوه أكثر شيء بمنطقتنا العربية. ورد انسداد خصري شرياني ووريدي، يعني يصيب الشرايين والأوردة، ذو طابع التهابي مثل ما قلنا. ما بيصيب بس الشرايين، ممكن يصيب الأوردة، وحتى من علاماته هلق منشوف أو من العلامات السريرية تبعيته التهاب الوريد الخصري السطحي أو العميق الهاجر. ممكن نشوف يعني بيهاجر الالتهاب الوريد الخطري، بنلاقيه مثلا بإجر بيطيب، بتلاقيه بإجر ثاني، بيصير بإجر ثاني، او حتى بيصير التهاب وريد خصري عميق بالايد، فبنلاقيه باكثر من محل، ما انه مثلا في محل واحد متكرر، بيتكرر باكثر من محل. اكثر نوعيه اصابات الاوعيه الصغيره والمتوسطه، وما بيصير الاوعيه الكبيره، يعني مثل هلا بنلاحظ تكياسه يصيب الأبهر وفروعته الأساسية، هون ما بيوصل لموضوع الأبهر والفروع الأساسية، بضل بالشرايين المتوسطة والصغيرة، يعني حتى ممكن للمقبضي للفخذي كثير نادر جدا جدا يطلع فوق الفخذي والحرق فيه، تمام؟ لا يصيب شرايين قلب الدماغ، كذلك الأمر ما في شيء، ما في داء برجر بيصيب شرايين الكاروتيد مثلا، أو شرايين داخل الدماغ أو المغذية للدماغ، وما بيصيب الشرايين الإكليلية مثل كاوازاكي. كوزاكي هلا بنشوف انه في له اهبه لاصابه الشرايين الاكليليه، تمام؟ ايش سبب التوزيع هذا؟ هلا هو بصيب الشرايين الطرفين العلويين والسفليين بقليل، يعني هاي قليلتهم ما بصيب لا الشرايين قلب الدماغ ولا حاله في تاريخ الطب، هذا اللي اكتشفوه يعني، درسوا كل العالم حتى على التسس ما لقوا لا شرايين قلب ولا دماغ. لا يوجد ترسبات شحميه عصيديه، وهذا ما يفرقه عن التصلب العصيد. لاحظوا هون الشرايين بتكون سليمة في أغلبها من فوق، عادة بتكون الشرايين الصغيرة اللي بنلاقيها بعد عند اللي بتروي الأصابع أو اللي بتروي القوس الراحية بتكون متأثرة وبصير تموت فيها، وعادة العضو اللي بينصاب بالشرايين الانتهائية هو أكثر شيء ممكن نلاقي التموت. يعني مثلا لو منصاب الشريان هون في هالقسم هذا، في عندنا كولاترالز، اما عند اللي بينصاب الشريان الانتهائي للعضو فهون بيحدث التموت وبيحدث الجنجرين عاده. فهو هون بنلاقي انه الشريانين الاصبعيه، الشرايين الاصبعيه بتكون مسكره، فما في عاد ولا ترويه دمويه ابدا للاصبع. حتى ممكن يصيب القوس الرحيه كامله، فالسطحيه والعميقه، فممكن تتموت بكل الاصابع. الاليه الامراضيه، الشيء اللي ممكن اللي عم يصير اكثر شيء بداء برجر هو زياده في حساسيه جدران الشرايين لماده النيكوتين. يعني ماده النيكوتين بتخلي تغيرات فارماكولوجي وباثولوجي في جدران الشريان، وخاصه الطبقه الداخليه، الطبقه الداخليه بتتاثر بشكل كبير بماده النيكوتين اللي بتكون في الدم. فلذلك انه ارتباط برجر الوسيخ بماده النيكوتين، يعني ما في داء برجر بلا دخان. التدخين ما في، معناته ما في داء برجر. حتى التدخين ممكن ما يكون ايجابي، ممكن يكون سلبي، يعني في ناس ما بيدخنوا، خصوصا النسوان، لا ما بيصيب الذكور بس، بيصيب الاناث. ممكن التدخين السلبي
ياثر كمان. يعني نحن بنقول للمريض حتى اللي حدك عم يدخن بيطلع مغفل. المدرب مجرد انه انت عم تسحب الدخان لغيرك اولا وبغرفه ثانيه انت مثلا موجود فيها بيزي. هي العلاقه بماده النيكوتين بالاساس. ممكن في ناس حتى الدخان غير النيكوتين مثلا الدخان والغليون كذا كل شيء له علاقه بالتباكو مثلا. لا هذيك لا هذيك ما لها علاقه هذيك سيكو ما عندنا في مشكله فيها بس لكن النيكوتين فكل شيء له علاقه بالتبغ له علاقه بذلك. هلا في ناس مثلا بيجوا بيقولوا انه والله انا ابوي جدي الخرابين كلياتهم والله بدخنوا وما بيسموا شيء. طيب انا ليش مثلا عمري 20 سنه 25 سنه ليش الدخان بالذات؟ فالجواب ببساطه انه انت بتتحسس على هالماده مثل ما بتحسس اي واحد على قرصه حيه او قرصه نحله او ممكن في ناس اي شغله تتحسس ابره. ممكن في ناس ابره روس فليكس مثلا بتقتله. في ناس بنضربوا 20 10000 ابره ما بيسموا شيء. فنفس الآلية رياكشن واحد تمام. تفاعل التهابي تضيق الشريان والتخثر الدم ضمنه حدوث الانسداد الشرياني بآخر المطاف. تعرض علامات لون الجلد شاحب او رجواني التهاب وليد سطحي او عميق هاجر او متكرر برودة في الطرف تموت في الأصابع وزمة في الأطراف تقرحات شريانية اختفاء النبض المحيطي والعجز المتقطع. يعني تقريبا عم نشبه الداء العصيدي في كثير شغلات. ظهور هذه الاعراض لا يتم فقه وفق تسلسل محدد قد تظهر معا او واحده تلو الاخرى بدون ترتيب معين ما يجعل تصنيفه حسب لوريش تصور. طبعا تصنيف لوريش درسناه بالمحاضره الاولى تبع الداء العصبي. تصنيف لوريش اللي بالمرحله الاولى المرحله الثانيه اي المرحله الثانيه بي العرج المتقطع مرحله الالم الراحه. هون ما في تصنيف لوريش ما بنحسن نطبق تصنيف لوريش على داء بلدر لانه ممكن يجينا المريض مباشره بالم راحه بدون عرج متقطع ممكن يجينا بتموت مباشر ما في من اسبوع تموتت الاسبوع بدون اي سابق انذار. طبعا هذا الحكي له علاقه بالدوران الجانبي مثل ما شو يعزى هذا التفاوت الى وجود الدوران الجانبي المعاوض الذي يساهم في اخفاء الاعراض والعلامات لفتره طويله. الدوران الجانبي بداء برجر بيكون رهيب بيكون كثير كبير لدرجه انه ممكن في صور من انه على الدوران الجانبي نستغرب انه كميه الدوران الجانبي بداء برجر بس لكن مع هيك التدخين وما وقف الدخان غير المريض إذا وقف الدخان على مرحلة معينة بيستفيد تمام ما بيرجع الشريان بيشتغل بس لكن الكوليترال بيشيله لكل عمره. أما إذا ما وقف الدخان حتى الكوليترال بيدمر بالأخير ما بيضل لا كوليترال ولا أساس. يتطور مرض خلسة حتى تصل الإصابة الشرياني الأكبر حجما. عندها يتظاهر فجأة بأعراض حادة كالقرحات الشريانية دون المرور بالأعراض المنذرة كالعرج المتقطع والألم عند الراحة. هو بالأساس الصغيرة والمتوسطة ما له ممكن قسمي ممكن قسم من الشريان يكون ملتهب والباقي سليم ممكن يصيب المقبضي بس وتحت ما يصيبه هو أجزاء أجزاء من الشريان. لاحظوا هون هذا مريض مبتور أصابعه لاحظوا الانتام إصبعته هون دائما بداية برجر بنلاقي انه الانتام بيكون ميال للجاف اكثر من البطن، يعني القدم السكريه او الامراض السكريه مثلا الانتام بيكون في رطب خراجات او شيء، هون بنلاقيهم اقرب لانه يكون الانتام جاف، بيكون في خراج موضعي بالطرف ممكن اللي يألم اكثر شيء الخراجات او الخراجات اللي تحت التموت، بس لكن احيانا كثير انه بنخلي المريض على علاجه وبنخلي الاصابع تنبتل بشكل ذاتي. يعني المريضة هاي عفوا الأصبع المسودة بتطب لحالها يعني بعد فترة معينة بصير في بتر وذاتي للجسم بصير في يفصل الجسم بين الحي والميت توقع هذا أفريقي؟ هذا أفريقي هو أسود مو لونه هيك يعني مو لونه يعني إذا ذكرناها مو إنه سنحب انتشار الإنتان؟ ما في هلا الإنتان ما بيكون عنده الإنتان شديد هو ألمهم بنقص التروية ما ألمه فيها لأن السكريين بيكون صايب عنده خراجات ممكن تخاف من الخراجات جنجرين اما هون ما بتخاف من الجنجرين لانه عندك الشرايين فوق سليمه بس عندك الانتهائي تموت هذا الاصبع يعني ما راح تبتر اكثر من هاي الاصبع يعني الا اذا كان المرض منتشر لفوق فممكن تبتر الامشاط ممكن تبتر اكثر. لاحظوا هون التموت بيكون اغلبيته جاف طبعا ممكن يكون اذا في مرض سكري مع داء برجر بس ابشع بيكون الوضع بيكون هون بنخاف الانتهاء بشكل كبير. لاحظون تموت تبعهم بالاصابع طبعا ما بوقف الدخان يعني مع هيك ما بوقف الدخان المريض.
تشخيص السريري توفر العلامات التالية يوصل حتما للتشخيص الأكيد دون الحاجة لأي استفسارات، وهي مريض مدخن شاب دون 40 من العمر، إصابة شريانية محيطية تحت مستوى المقبضي، وجود إصابة في الشرايين العلوية نادرة ما نشوفها نحن بالداء العصيدة، التهاب وريد خصري متكرر أو هاجر، غياب العوامل المؤهلة للتصرف العصيدي، عدم التدخين. يعني نحن العوامل الكبرى تعرفوا التدخين، ارتفاع الضغط، ارتفاع الشحوم، هون ما بنلاقي لا ارتفاع ضغط مثلا ولا ارتفاع شحوم ولا داء سكري، بس دخان. تمام؟ وسائل استقصائية. طبعا هلا حاليا عم بينافسوا موضوع البنات عم تنافس بسبب موضوع التدخين، يعني كمان عم نشوف ده بتقار عند البنات بشكل مضطرادي، يعني الأرجيلة حتى الدخان العالي. يعني قبل كنا نستحي ان نسال وحده مثلا ما بتدخني، لا لا هلا ممكن تسال اي مريضه مثلا بتدخني ولا ما بتدخني، ممكن تخليك انه اي مدخنه باكيتات مش ما بيوصل ثلاث باكيتات، يعني باكيتات ممكن الارجيله بتغني عن شو اسمه الدخان ثاني، يعني تقريبا شو نسبه شيوع مشاعر؟ لا مو لهالدرجه، يعني نسبه شيوع في بال بينقسم ال 10,000 وال يعني 1 ل 10,000 2 ل 10,000 هيك، يعني مو انه الكثير كثير، بس لكن على مجتمعنا الشعب كثير من غير مجتمعات. لا تقريبا كل شهر بيجينا مريض او مريضين للعياده. الايكو دبلر نلاحظ في سلامه الاوعيه الواقعه قبل مستوى الانسداد، ما في ترسبات عصيديه، بنلاقي الشريان نظيف، طبعا بالايكو ببين عنا اذا كان في تكلسات او خشونه بالشرايين، بنلاقي هون الشرايين ببرقل ما في شيء برقل، تضيق او انسداد في الاوعيه تحت مستوى الاصابه، عاده مثلا بنلاقي ما في اشاره مثلا بالايكو بيجينا اشاره ضعيفه بالمقبضي، لا اشارات مثلا بشرايين الساق. طيب وشلون عايش المريض؟ عايش على خلق طبيب الايكو على اوعيه صغيره رديفه، يعني بتبين معها الايكو بنقط، يعني عباره عن خيوط صغيره من الدم، اما الشرايين الاساسيه بتكون مسكره بعض الحالات، في بعض الحالات ممكن الدم نستمر لاسفل الساق، اسفل الساق ما بيكون مثلا عنده اشاره. تصوير الشريان الظليل يظهر بشكل انقطاع مفاجئ في مسار الشريان بينما تكون البطانه فوق هذا المستوى الطبيعي ومنساه تماما. تمام، بنلاحظ انه الشريان بضل نظيف ما عندنا اي مشكله فيه لحتى يوصل للمستوى الملتهب فبيصير عندنا انقطاع. لاحظوا هون النورمال، هون الطبيعي، لاحظوا المو طبيعي كيف بيكون. بضل الشريان بينسد، لاحظوا في اللاترال فيه بشكل معين بداية بالجر. يعني هون الشرايين العادية الكلاتر العادي يكون مستقيم يكون شكله عادي، أما بالدائب القرى بنلاقيه متعرج لافف لولبي. تمام؟ فممكن هالكلاتر هذا يوصل هالقطعة هاي الملتهبة مسدودة فيوصل هالكلاتر ويمشي لنا القطعة تحتها، فهو قطعي يعني ليس شامل لكل الشرايين، ممكن يشمل كل الشرايين بالحالات الانتهائية. لاحظوا هون مثلا كولاترال الكيف والايد الرهيب، لكن كله متعرج وضعيف الاخير بآلية التهابية مجهولة تكون. لاحظوا الجانبين ما الشرايين الجانبين ما حكيتين كله بينتهي بالاخير، انا بقول لك انه حتى بتدمر الدوران الرادف، الرادف مع الوقت اذا تم يدخن بينتهي كله. ليش بنبتر لك المريض اذا في دوران رادف؟ ليش بترنا بالاسود؟ فما ما بينبتر لحتى يتدمر الدوران الرادف اللي عنده. لاحظوا هون كمان الشريان الشرايين الرادفه، لاحظوا هون كيف الشريان هون كله رايح ومرسوم، بس هاي القسم هون القسم هذا مرسوم عن طريق الكولاترال، لاحظوا الكولاترال هون الموجود عنده، هذا القسم لاحظوا هون مريض، هذا القسم سليم. تمام، يتلقى داء برجر من السيء باتجاه الأسوأ وذلك بشكل تدريجي متواصل أو بشكل هجمات حادة متكررة حتى يرتفع حدوثها وتواترها بمتابعة أو إيقاف التدخين. عادة ننصح المريض يترك الدخان فورا، ما تركه فبده يتحمل النتائج، عادة ما بيتركه عادة إلا إذا يعني صار يعني صار الموضوع فيه بتر، أو حتى في ناس ممكن يخليك بتر وما ما بس تتركه، يعني حتى بعد البتر ما بيتركه. نادرا ما تصل الإصابة للشريان الفخذي حيث تقف عادة بمستوى المقبضي. تشخيص تفريقي، داء التصلب الشرياني العصيدي، داء تكياسه كمان التهابي، داء بهجة كمان التهابي، أمراض الغذاء كمان في إلى قوالب التهابية. هون جدول كثير مهم بين التصلب العصيدي الفرق وداء بلجر، سن الحدوث دون 40 عادة بعد 40، الجنس
نادر عند النساء بداية القر هون ذكروا للناس ممكن يكونوا شرايين أكثر إصابة متوسطة وصغيرة كل الشرايين ممكن تصاب الأوعية تطلب الدماغ ما تصاب إلا بالعصيدة ظهور الأعراض دون ترتيب معين وفق تسلسل لوريش العوامل المؤهلة للتدخين جملة من العوامل بين التدخين صار الشرايين العلوية موجودة هون نادرة الشرايين فوق مستوى الانسداد سليمة تماما هون عصيدية الأوعية المعوضة مظهر الأولى المتعرف مستقيمة وين ممكن يوصل مثلا عند الرقبة؟ هلا ممكن غالبا بيكون تحت مستوى الرقبة عادة يعني قليل ما يصير فوق مستوى الرقبة حتى لو كمل تدخين يعني خلص الشرايين تبي بيكون الكوليترال المعوض فوق منيح ما بيوصل هو الكبار نادرا ما بيوصل الكبار يعني الاليكروس المتوسط والصغير دكتور اشياء بطرف الويلس نفس الشيء ما بفرق يعني الاطراف العلويه صارت شائعه اشياء من العصيده بس هو بسبب الطرفين العلاج الطبي الاخلاع عن التدخين بشكل قاطع بما فيه التدخين المنفعل هو الخطوه الاساسيه ولكنه صعب التطبيق واستعاده الشرايين كالميثيلفين والبيتوكسيفيلين والبوبوفيلين ممكن نستخدم مركبات البروستاجلاندين تتواجد بشكل وريدي الى الالوبروست او البروستابازين مدة 3 اسابيع على الاقل غالي بس لكن فعال طبعا ما بعرف اذا درسته البوليه ممكن يستخدموا هدول الاجسام الكهفيه ولموضوع الانتصاب كذلك اما البروستاجلاندين شو ميزته بيرخي العضلات المسائل بشكل شديد وبيوسعها بيوسع الشرايين المحيطيه فاي كولاترال او اي شريان محيطي مثلا ممكن يكون مضيق ممكن يوسعه البروستاجلاندين طبعا في له يعني حازير ممكن تحسس ممكن اذا في عنده قصور قلب المريض او في عنده مشكله قلبيه ما بنعطيها بس لكن عند القرحه بالقرحات وبالانف الراحه ممكن يكون فعال تمام لا تشفي من المرض وانما تخرج المريض من هجمه حاده وتخفف الالم وقد تنقذ حياه الطرف في طبعا بنستخدم في حال مثلا فشله الادويه التقليديه طبعا انتم لاحظوا انه ما في مثلا ذكر الاسترويدات استرويدات من الآلية المناعية بأمراض الآلية المناعية هون آلية التدخين التهابية آلية البرجر التهابية ليست مناعية هي ممكن هلا هو أكيد لأنه هي انتشار بمجتمع معين بناس معينين يعني هي لها علاقة بالجينات بس لكن ما أنهم في بشكل مطلق مؤهلين أكثر من غيره في ناس مؤهلين أكثر من غيره خزع العصب الودي يطبق على مستوى الودي القطني في الإصابة السفلية أو الودي الظهري في العلوي ويهوى ويفيد في تخفيف حدة الألم وقد يؤدي إلى شفاء القرحات طبعا خزع العصب الودي ناد يعني قليل ما نستخدمه حاليا لأنه عملية يعني ما يعني مو كثير نسبة نتائج الشفاء فيها تقريبا فينا نقول 40-50% ممكن نسبة النجاح تبع عند المرضى خاصة المرضى غير السكريين اللي عنده سكري يكون الودي مخزوع فعادة ما نبلش بخزع الودة بنشوف المريض ارتاح ما ارتاح بعد طبعا ما نجرب الأدوية العادية التقليدية ممكن بعد خزع العصب الودي ما استفاد المريض نستخدم العلاج الأغلى اللي هو البروستاجلاندين نعطيه بروستاجلاندين خاصة بالقرحات ما استفاد على البروستاجلاندين ممكن نلجأ للوصلات الشريانية باي باس وهي صعبة الاستخدام لأنها صار محيطية جدا لاحظوا بالصوره اللي شفناها قبل انه الشريان يعني باخر الكاحل سارك فنحن بالوصلات القواعد الاساسيه ما بنوصل الشريان او الوصله الا للشريان يكون سارك اذا وصلنا على شريان مسدود او ملتهب او بعد الوصله في مشكله فبتسكر وصلتنا مباشره طبعا نلقي شريان سليم وهون بدايه برجر صعب انه نلاقي اقسام سليمه نحط عليها وصله البتر وهو العلاج الاخير بعد فشل الاجراءات السابقه وهو يعد الاجراء الاكثر استخداما للاسف. فايده جدا ترى لا هي بالاخير بيوصل البتر يعني الاستثناءات انه يعني هذول اللي بيطيبوا قليل خاصه اذا وصلوا لمرحله القرحات او المواد تمام؟ هلا قاري يعني صوره شلون بتبين لكم بين الوصله وبين السيمبتكتومي، السيمبتكتومي عباره بحسن شوي الترويه اما اذا كان وصله مثل حنفيه فتحتها يعني. طبعا كل حالة لها خصوصية في حالات ممكن يكون مثلا عندنا انسداد علوي مثلا بالمقبضة شرايين الساق بتكون سليمة هون بيكون الوصلة بتفيد المريض كثير في حالات الوصلة ما بتقيم عند المريض اقل من ايام او شهر ممكن ما يفيد ابدا
في حالات بتستفيد على السيمبتوكتوني منيح، في حالات ما بتستفيد. سبحان الله، يعني حسب كل مريض وكل حسب دورانه الرادف، قديش مدمر منه، قديش مدخن. في ناس بيدخنوا مثلا مثل ما قلنا السلبي غير الايجابي، ممكن تدخين الايجابي وكتبه كارف اليوم وورقيله وكذا، يعني هذا الخراب عنده مستمر. اما في ناس بيكون عندهم داء برجر بس بالحد الادنى. في كل الحالات يجب تبيين خطوره التدخين وارتقاء البرد والردود وممارسه الرياضه وخاصه المشي، وذلك تطوير دوران المعوض او الرادف. في الحالات المتقدمه الالم عند الراحه والارتحال تستطب خزع الوده. في بعض الحالات القليله توفر فيها فروع سليمه مستوى القدم تستطب المجازر الصنعيه. في معظم الحالات يتم اللجوء الى البرتر. هذه صوره لواحد دكتور هيدي ومعلقه وعم يدخن، يعني زي ما خلص، يعني انه اكثر من قرد ما سخر بالعالمين. الله يعطيك العافيه. في محاضره ثانيه كمان عن الامراض غير العصبيه. حكينا احنا بنستخدم خزع العصب الودي قبل الليبروستوميا، هيك خزع العصب الودي عاده بنستخدمه هون، يعني اكثر بلاد برا بيستخدموا المستجلاندينات، لانه خزع العصب الودي عمليه يعني ضعفاء شوي عليها الزمن، بس لكن عندهم المستجلاندين متوفر كثير. يعني المستجلاندين المريض ما يشتري اصلا، بروح بيوفروا له اياه عبر التامين. اما نحن هون الامبوله ممكن يشتريها ب يعني مئات الليرات، بتوقع يمكن بحق الامبوله الوحده 40 ميكرو وصل ل 17 دولار، وبده 3 امبولات في اليوم لمده شهر. يعني الكورس ممكن يوصل ل 500 دولار 600 دولار اكثر. امراض، وطبعا هذول بيكونوا فقيرين، يعني هذول بيدخنوا كثير، وهذول كرام ولا هاي وعربي فبيكونوا كثير فقيرين. يعني الزناقيل سبحان الله بيسموا ذلك، ليش بيطلعوا؟ ما بيدخنوا، او بيدخنوا مثلا سيجار طبيعي او كذا او شيء صح. اوكي، التهاب الاوعي او الباسكولايتس، يمكن اصابه اوعي من اي حجم او موقع من التهاب الاوعي، يلتهب جدار الوعاء مسببا ازيه وعائيه وضيفا واسعا من الاعراض والعلامات. يمكن تصنيفه تبع لنمط الاوعي المصادر المسيطره الكبيره او المتوسطه او الصغيره. تترافق غالبيه اشكال التهاب الاوعي الصغيره بوجود اضافه ستوملازم مضاده للعديلات اللي هي الانثى. عادة نلاقي هذول أضافة ستوبلازمية في الأمراض المناعية مثل الزئبة، مثل التهاب الجلد والعضلات، ونشوفها ببعض الالتهابات الأولية. لاحظوا مثلا مثل هذا الجدول، الأنكة وين بنشوفه؟ بحبال بون واغنر، التهاب الأوعية المجهري، تنازل تشيرب ستراوس، هذا بيكون حميضات في زيادة. عندنا ما بنشوف فيهم أنكة مثلا التهاب الشرايين عبر الخلايا، داء تكاياسر، التهاب الشرايين متعدد العقد، داء كوازاكي. طبعا هذا الجدول الاطلاع هو اكثر. التهاب الاوعي الكبيره من اهم الامثله على التهاب الاوعي الكبرى اللي هي جيانت سيل ارترايتس، اللي هو التهاب الشرايين عرق الخلايا. يحدث بشكل سائد عند الاشخاص فوق ال 50، وحدوثه الاعلى عند اولئك بين 70 و 80 سنه. يعني كل ما كبر المريض كل ما كان بيتعرض اكثر لجيانت سيل ارترايتس. احفظوا هو جيانت يعني كبير، بده مرضى كبار يعني. تمام. الشباب عادة بيكون الأمراض الغير أمراض مثل التكيس عند الشابات والبرجر عند الشباب. تصاب النساء أكثر من الرجال باثنين لأربع أضعاف. دائما كل شيء أمراض مناعية والتهابية النساء أكثر، خاصة اللي بيدخل فيها المناعة. هلا بتشوفوا برجر مثلا التهابي بس لكن مو مناعي ذاتي مثلا، وتلاقوا الشباب له علاقة بالدخان أكثر. فالنساء لهم حصة بالمناعة أكثر من طبعا هن بالضبط هن مناعتهم اكثر. يعني دائما المقارنه بين الطفل الاناث والذكور، الاناث مناعتهم اقوى من الذكور. يعني عاده بتلاقوا مثلا الولدان البنات بيتحملوا ضغط، بيتحملوا امراض اكثر من الذكور بكثير، خاصه بالمراحل الاولى من العمر. بعدين بصير بقى ممكن العكس، ممكن الرجال يصير يتحمل اكثر. يختلف حدوث جيانت سيل ارترايتس تبع العرق والتوزع الجغرافي، كذلك امراض مثل الباقي الامراض اشيع في شمال اوروبا ونادر بين الاسيويين والافارقه. عاده بنلاقيهم انه البلاد برا بيعانوا منه كثير. يجب الشك بالمرض بالاشخاص الاكبر من 50 سنه الذين ياتون ببدء حديث لصداع بوجود علامات التهابيه جهازيه. قد يترافق الصداع بمضض الفروه وتسمم او تعقد الشرايين الصدريه، رغم وجوده في حوالي ثلث المرضى فقط الا ان عرض الفك عرض مميز لجيانت سيل ارترايتس.
قد يراجع المريض بأعراض جهازية مسيطرة من تعب وفقدان والحمى والأعراض العينية من ضعف رؤية وشفح وعمى عابر شائعة ويحدث العمى الدائم عند خمس مرات. يعني ممكن يصير عندنا يوصل لمرحلة إنه التهاب يصير بالشرايين اللي بتغذي العنب العينية والحدقة والشبكية، فبيصير عندنا عمى، وممكن حتى في عندنا موضوع عرج الفك كمان كذلك أمر مميز تحسوا إنه في عند مريض كبير من عمره صار عنده عرج فك فتشكوا بالجانس الأبراج. يعني عند اللي بياكل بيصير بيرتاح، يعني ما بي يعني بياكل شوي بيريح، بصير هاي العضلة بتتعب نتيجة إنه التروية تبعيتها بتقل نتيجة إنه التهب الشريان اللي مغذية. الأخوة من الله في عرج الفك بشكل كمان مميز عند الشباب، أخي بالوهن العضلي الوخيم إذا درستوه مثلاً بالأمراض مثلاً الصدرية وكذا، الوهن العضلي الوخيم تأخذ بعد ما يقطع الإنسان 30-35 سنة ببلش عنده إنه إذا بيأكل فهدول العضلات بتهلك، بعد فترة بيصير العضلات التنفسية كمان توهن، بيصير بيموتوا هدول من أمراض التنفسية وقصور التنفس، فاسمه جسو إذا ما بعرف كده دارسين الوهن العضلي الوخيم. ممكن هذا علاج هذاك خزعة العضلات اللي أما هون كبير بيكون بالعمر، يعني أكيد ما راح يكون وهن عضلي وخيم بصير عنده عرض فك فمنشك من ورا. يعاني حوالي سلسلة مرضى من ألام عضلية روماتيزمية منها ألم وصلابة العنق والأطراف القريبة والضغوطات العصبية أقل شيوعا وقد تشمل النشبة والدياية والاعتلال العصبي. طبعا نحن عم نتحدث عن شرايين كبيرة، شرايين قوس الأظهر وشرايين عم تغذي الدماغ من الكاروتينز، فنحن بنشوف انه هدول الشرايين صحيح اصابتهم اقل بس لكن ممكن يصير عندنا تي اي اي اللي هو ترانسنت اسكيميك اكسيدنت او حادث وعائي دماغي مؤقت. تمام، يشكو المصابين تضيقات الاوعيه الكبيره عرج الاطراف العلويه وعدم تناغم الضغط الطرفي. يجب ان يشمل فحص السرير المرضى ممكن صوتهم بجيانس الارتراتيز تقييما دقيقا للشرايين الصدغيه بحثا عن التسمم او المضض او التعقد. يعني عاده الشريان الصدغي هون اذا بيحسنوا في ناس بيحسنوا يجسوه، يعني فهون ممكن يكون في مضض او إيلام، حتى اذا كان تندرنس ممكن مثلا اذا بالبارديشن العادي يعني اذا هاي ممكن يصير في إيلام بهالمنطقه، هاي ممكن يكون لاقي مثل حبات المسبحه هيك معقد العقد لاقي معقد ومؤلم ممكن مرات بعض الاحيان، فهون دلاله وعلامه على هالموضوع. شريان صدغي غير طبيعي سريع ننبه بقوه ايجابيه خزعه الشريان الصدغي. يجب توثيق قياسات الضغط الدموي العضدي في الطرفين وفحص الرئه التامه في تقييم النبض المحيطي واسباب الضغط الشرياني او الهريق. تكون الوسيمات الالتهابيه اس ار سي ار بي غالبا مرتفعه بوضوح بي جي ان سي ارتراتيز. ممكن مثل ما قلنا انه يكون مثلا قياس الضغط اذا كان فرقك بين الطرفين مثلا هذا الطرف 14 وهذا الطرف 10 معناتها في عندنا كبير بالعمر مثلا مريض كبير بالعمر وعندنا علامات ايجابيه ثاني ممكن نشك بالمرض. تشخيص المرض يجب توفر ثلاث من المعايير الخمسه الكليه الامريكيه للامراض الروماتيزميه او الرثويه، العمر عند البدء اكثر من 50 سنه، صداع حديث، شذوذ في الشريان الصدغي، مضض في الشريان الصدغي او ضعف في نبضه، ارتفاع سرعه التسفل اي اس ار لاكثر من 50 ملم في الساعه، عاده الطبيعي بيكون 10 ملم باول ساعه، 20 بثاني ساعه، خزعه الشريان شاذه وهي لازم ندقق عليها، خزعه الشريان الصدغي الشاذه اللي هي مشخص للمرض. طبعا ممكن تكون شاذه ممكن تكون الخزعه طبيعيه مثل ما نشوف. التهاب اوعي مع رجحان تشعب وحيدات نواه والتهاب حميده في الخلايا عرقله. المعيار الذهبي المشخص لجيانسل الارتريتيز هو الفحص النسيجي لخزعه الشريان الصدغي. طبعا 100% لا مو 100% بس لكن عند اللي بيكون عندنا الخزعه ايجابيه خالصين شخصنا. اما اذا ممكن تكون الاعراض عندنا موجوده يعني مثل ما شفتوا ثلاثه من اصل خمسه بس اهم هذول الخمسه هو خزعه الشريان الصدغي. ممكن يكون بعض المرضى قد تكون خزعه الشريان الصدغي طبيعي، ممكن تشخيص اصابه الاوعيه الكبيره بالتصوير الضليل التقليدي او الام ار انجيو او السي تي انجيو. يعني مثلا كنا شاكين نحن لساتنا شاكين في المرض مو ما عندنا خزعه صدغي فبننفي تماما، لا ما بننفي تماما، ممكن نصور طبقه محوري او رنين مغناطيسي بس لكن عم تجينا خزعه الشريان الايجابيه وهو باغلب الحالات هيك يعني غالب الحالات خزعه الشريان تجي طبيعي بس ملتهبه. اما اذا كان يعني سريرياتنا بتوجهنا
والخزعة سليمة فتمام ما إنه يأس يعني ممكن نستفسر أكثر. لاحظوا هون مثلا الشرايين بعد الشريان تحت الترق بعد الفقاري لاحظوا بيستدق ما بيضل شيء ما بيضل عنه ولا شيء. هون لاحظوا التضيقات هون التضيق هون بلش من هون التضيق عندنا هون 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 بلش بيستدق لك. العلاج هدف العلاج هو تحسين الأعراض المريضة ومنع الأعصابين من حوادث الأخبار. العلاج باستيرويدات التشريه هو علاج الأساسي مثل الميدازولون. في حال عدم وجود مضاد صفائح علاج مضاد صفائح يجب البدء بإجراء أسبرين منخفضة وهذا يحد خطر الحوادث الإخبارية مثل العمى في المصابين من تأثيرات السمية الاستيرويدات نفس الداء المتكرر في إضافة مثل فيكسر. قلنا ما يكون ترميم للشرايين الأطراف ضرورية في جيانس الأرتراتيس بسبب الدوران الجانبي الذي يتطور في هذا المرض. داء تكيسه كمان داء تكيسه من الأمراض المهمة اللي بنشوفها شائعة عند لدى الإناث الشابات. طبعا نحن مجتمعاتنا أقل شيوعا من غير مجتمعات مثل المجتمعات الآسيوية حتى من اسمه تكيسه يعني من جماعة الصينيين اليابانيين الكوريين. التهاب شرايين مناعي لاحظوا له علاقه بالمناعة الذاتيه سبب التهاب الابهر وتفرعاته يعني مباشره بنضرب علاوي زي ابهر وتفرعات الرئيسيه والشريانيه والشرايين الرئويه كمان. هو داء الاناث الشابات بشكل مسيطر والبدء وصفيا في العقد الثاني او الثالث من العمر. الداء الاشع بين الاسيويات ولكنه قد يصيب كل الاعراق تتباين الاعراق من حمى والم عضلي وفقد شهيه الى الاخفار دماغي وحشوي وفي الاطراف. ممكن يصيب كل شيء فروع الابهر يعني الميزنتريك سوبيريور السيلياك الكلويين مثل ما شفنا الكاروتيدز كل شيء ابهر وفروعته ممكن يصيبه او تكاثر ارترايتس. مرض مزمن لكنه يتصل بسير هجمات وهجوع الكل هجمه طبعا بس هي للي قبله. سليليه مرحله اولى فتره التهابيه مع اعراض عامه مثل الحمى والصداع وفقد الوزن والالم العضلي والمفصلي. المرحله الثانيه يتميز بالتهاب الوعاء واعراضه من الألم والإيلام أو إيلام السوماتيك. المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تدعى المرحلة الانتهائية تميز بتليف الوعاء أو تشكل أمهات الدم. طبعاً بتشكل أمهات الدم ممكن بجهة تكيسه بتشكل أمهات الدم نتيجة الجدار الشريان الملتهب بيكون ضعيف خاصة نحن عم نحكي عن الأبهر يعني إذا في ضعف بجدار الأبهر أو التهاب بجدار الأبهر بتسوي لنا أم دم يعني ما في يعني مزح بالموضوع. حتى فرع رئيسي من الأبهر في ضغط شديد عليه شريان ملتهب بيسوي لنا أم دم. يحدث ضعف او غياب النبض طبعا مو بكل الاحيان يعني الاحيان كثير انه بصير الالتهاب بصير تندب يعني بصير تندب بصير تضيق والشريان بينسد بس لكن احتمال كمان انه يصير عندنا ام دم وارد. سلطه الطرف العلوي شائعه في تكيسه يحدث ضعف او غياب النبض في 93-90% من الحالات عرج الاطراف العلويه اشيع من السفليه يعني هون عم نتكلم عن الاطراف العلويه اكثر من السفليه ما بين البنكر مثلا ممكن يصير الأطراف العلوية والسفلية تقريبا متساوي أما تكيسه العلوية لاحظوا هون التضيق الشديد تحت الترقوي هون عندنا السباتي قبله السباتي الأيسر هون تحت الترقوي الأيسر طبعا تحت الترقوي الأيسر من أكثر الشرايين اتصافية تكيسه يعني هو والكلويين حتى في ناس بيسبقوا على الكلويين وانتهاء التكيسه عادة وصفيا يعني بيجي لي سداد الايسر اكثر من الايمن. وضعت الكلية الامريكية للامراض الرئوية 6 معايير تشخيصية اظهر وجود 3 على الاقل من المعايير الستة حساسية 90% ل 97% للمرض. شو هذه المعايير؟ عمر عند بدء المرض، ظهور الاعراض قبل عمر 40 عام مثل البلبل لاحظوا عرج الطرف، تعب عضلات الطرف العلوي او السفلي اثناء الجهد. ضعف النبض العضدي، ضعف النبض الأحادي أو ثنائي الجانب ممكن يكون بقياس الضغط العالي ممكن نشوف الفرق أو نلاقيهم تقريبا كمان ضعاف 2 ممكن ما نجسهم 2 مثلا ممكن نجي المريض بطرف إنه في عنده ألم أو المريضة بطرف عندها ألم الطرف الثاني كمان ما في نبض بس ما في ألم يعني الناتج كمان على إنه الهجمات تبعيته الهجمات ما دمرت الشرايين تبع الطرف الثاني. اختراق الضغط الدموي فرق مقياس الضغط الارتباطي بين الطرفين العلويين اكثر من 10. اللغط فوق احد او كلا الشريانين تحت الترقوي او الابهر نتيجه التضيق. شذوذات التصوير الظليل تضيق او انسداد الابهر او فروعه الاوليه او الشرايين كبيره في الطرف القليل. ويجب ان لا تكون بسبب التصلب العصيدي او عصب التصلب النوعي في العضلي او غيرهما وعاده بؤري او قطعي. يعني كيف
ده العصيدي بيصيب الأفر وهو الفروع تبعي، يعني ممكن يكون في عنا مريضة مثلا في عندها عصيدي بالشرايين الكلوية عادي، تكلف الأفر عادي يعني مثلا، بس لكن هون بتتياسوا عادة مثل ده بالقرم نلاقي إنه الأمور سليمة يعني ما في عصايد، فنلاقي الشرايين نظيفة ما عدا قطعة بؤرية مثلا مضيقة أو مسدودة. طبعا في ناس بيكون عندهم مثل ما شفنا الصورة بس عبارة عن سنتي أو سنتيين متضيق، في ناس بيكون شامل كل الشريان اللي بيطلع تحت الترخوي طبعا للهجمة وشدتها. نحن نحاول نلحق علاج المرض قبل ما يتأذى الدوران الرادف وقبل ما يتأذى أكبر قسم من الشريان. لا يترافق التكيس بأي شذوذ مخبر يميز، وإنما يتميز بالوسمات الالتهابية العامة CRB ESR. يعاني المريض عادة من فقر دم ESR وCRB أشياء الوسمات المستخدمة عند التظاهر لدى 72% من مرضى تكيس يكون هناك ارتفاع ESR ولكنها ليست نوعية، يعني عادي بده مثل أي مرض مناعي، ممكن روماتيزم يرفع الESR، ممكن أي شيء له علاقة بالمناعة يرفع الESR، بس لكن بنلاقيه مرتفع زيادة عن اللزوم. دوبلكس مفيد لتقييم الشرايين السباتي في مرض تكيسه، السيتي أنجيو والإم آر أنجيو المغناطيسي كمان مفيد. يبقى التصوير الوعائي الظليل المعيار الذهبي لتقييم الآفات الوعائية المرافقة لتكيسه. يكشف التصوير الظليل امتداد الداء الذي يتناسب مع شدة الداء ويفيد في التخطيط قبل الجراحة. تشمل الآفات الوصفية للتكيس ثلاث آفات، يا أما تضيق سواء قصير أو قطعي أو طويل والمنتشر، طبعاً مثل ما قلنا ما نحصر حالنا مثلاً تكيس بسلام في تضيقات معينة، ممكن يكون ثلاث نماذج، ممكن توسعات أمهات الدم سواء المغزلية أو الكيسي أو مزيج من الاثنين. تصنيف التهاب الشرايين التكيس عندنا ست تصنيفات تشمل من كامل الأبهر، لاحظوا النمط 5 من كامل الأبهر للنمط 1، طبعا هذا الاطلاع لا تحفظوا ما مطلوب منكم الحفظ، بس لكن عرفوا انه ممكن يكون يصيب كامل الأبهر وتفرعاته، وممكن يصير بس فروع قوس الأبهر فقط، ممكن يصيب بس الأبهر الصاعد وقوس الأبهر وتفرعاته، الأبهر البطني وتفرعاته بس، يعني ممكن يصيب كل شيء، يعني ممكن يصيب بس البطني، ممكن يصيب بس الصدري، ممكن يصيب الكل، ممكن يصيب بس التفرعات قوس الأبهر، فما في شيء ممكن في العلاج. لكن لاحظوا انه احنا ما عم نحكي غير على ابهر تفرعات، ما حكينا لا على المغضي، ما حكينا على العضدي، لا حكينا على الشرايين الصباعيه، فنحن التكيس بهالمنطقه. العلاج يكون الداء وحيد الطول محدد لذاته عند حوالي 12% 20% بدون اي علاج من المرضى، وخذنا يحتاج علاجا كابتا للمناعه، يحتاج كل المرضى الاخرين عدد من اخذ احد اشكال كابت المناعه السيطره على فعاليه المرض. الستيرويدات هي الخط الأول في المرض، ما حصلنا على الستيرويدات ممكن إذا وحدة الستيرويدات، يعني مثلا أعطينا الستيرويدات بريدنول أو هيدروكورتيزون أو ديكساميتازون ونكس المرض، فنحن هون معناتها بحاجة لشيء داعم للستيرويد. تضاف عوامل بديلة كابتة المناعة عادة في 40% إلى 73% من حالات النكس أو عدم الوصول للهجوع أصلا، مثل الميثوتريكسات، سيكلوفوسفاميد والأزاثيوبريد. كل الأشياء ولا لا بيركا؟ المحكوم ما له علاقة، هو داء برجر في مجتمعنا ما في بيقول شيء معين، يعني بمجتمعنا برجر أشياء، بمجتمعات البرة تكيسوا أشياء خاصة بشرق آسيا، يعني نحن عندنا هون قليل من نشوف تكيسوا، بس برجر بنشوف كثير. أساس برجر أشياء غير عصيدية، من أشياء الأمراض غير العصيدية داء برجر، بس لكن هو عم يقول بمجتمع علاقة داء برجر عنا أشياء شيء، تروح على مثلا اليابان وين داء برجر؟ ما هذا هداك يا سيدي، نحن عم نحكي عن واقعنا، هذا الطب اللي عم تاخذوه طبكم، انتم بتروحوا على الطب مثلا باوروبا بتلاقوه مختلف، يعني انتم عند اللي بتروح على هلا الاطباء اللي بيروحوا على الهند او بيروحوا على امريكا او بيروحوا على هاي بلاقوا امراض ما درسوه في طب بلادهم، يعني مثلا في امريكا قرصة القراد هذا اللي عندهم هاي اللي شو اسمه يصير هاي عندهم شائعة جدا، يعني مثلا مع عندنا نحن بجوز يمكن مسطرين درسناها بس مو اكثر، فنحن عم ندرس الطب الشائع عندنا اكثر شيء، عم بقول لك شائع بقول لك شائع عندي، يعني في الشغلات عالميه مثلا عندي بقول لك انه اكثر مصدر للصمات في هو القلب، فهذا بالعالم كله اكثر سبب لل شو اسمه للوفيات هو احتشار الاعضاء القلبيه، هذا بالعالم كله، اما الامراض اللي علاقه بالمناعه او العلاقه في العرق او العلاقه في شيء هذا كل عرق لحاله.
استطبابات الجراحة الHTN في سياق تضييق شريان كلوي. طبعاً مرات بيكون عندنا تضييق شريان كلوي بسبب إنه ارتفاع ضغط شرياني شديد، ممكن عند المرضى الشباب خاصة إذا كان الضغط يوصل للعشرين لاثنين وعشرين وما عالجنا، فهاي بصير معها قصور قلب، هاي بصير عندها مرحلة من المراحل إذا ما عالجنا المرض ما عاد يتراجع الضغط، لأنه بصير في عندنا شغلة اسمها اعتلال عضلة قلبية ضخامة، فبيتسمك القلب بصير العضلات تسمك، فحتى لو عالجت التكيس حتى لو عالجت التضيق بيتم عند الضغط بيرسيستنت يعني. فنحن بنحاول نعالج أسرع ما يمكن هيك حالات، خاصة إذا مثلا المريضة القلبية عم يعطي مثلا بيخلي مثلا هاي المريضة عمرها 40 سنة 45 سنة، بيكون عندها تكيس وصل له 10 سنين أو سنوات وعنده ضغط وعم يعطيه دواء ضغط ثاني وثالث وما عم بيصير شيء، فهو شاكك، فأنت بتشخص له داء تكيس عن طريق الظليل أو عن طريق أي وسيلة استفصائية. إقفال الدماغي أو تضييق الأوعية الدماغية العرضي الأكبر من 70%، إقفال الطرف وعيق لنمط الحياة، إقفال القلبي مع تضييق إقليلي مثبت، تضيق الأبهر الشديد، تضخم أم الدم المترقي وأمهات الدم المسلخة. طبعاً كلياتها درسناها كاستطبابات جراحة بالأمراض الدائمة، يعني مثلاً مثل تضخم أم الدم المترقي درسنا أنه ممكن بأمهات الدم كل سنة إذا كان زاد نص سنتي أو كل ست أشهر نص، تضيق الأبهر الشديد كمان استطباب مشان ما يصير عندنا مشاكل أنصنامية، إقفال قلب مع تضيق إقليلي مثبت كمان بحاجة ممكن لشبكات أو لكبج، إقفال طرف المعيق لنمط الحياة كمان. هون الإقفال الدماغي أكثر من 70% مثل ما درسنا بالكاروتيد إنه التضييقات الشديدة أكثر من 70%. التهاب الأوعية الدموية المتوسطة مثال عن الداء كوزاكي. التهاب أوعية حادث في شرايين صغيرة متوسط الحجم وخاصة الإقليلية، يعني إنه يعني بحب هذا المرض ملعبه شرايين إقليلية، طبعا بيصيب باقي الشرايين بس لكن الإصابة الإقليلية مميزة. غالبية المرضى أصغر من 5 سنوات أطفال، إصابة الذكور أكثر من الإناث بواحد ونص مرة. طبعا هون لاحظوا من الاطفال بتنعكس الآية، الاطفال الذكور بيصابوا من الامراض اكثر من الاناث. قد يحدث توسع الشرايين الاكليليه او تشكل امهات الدم في 25% من المرضى غير المعالجين. السبب الرئيسي للوفاه في كوازاكي ديزيز هو احتشاء العضله القلبيه، حتى لو كان طفل او صغير العمر بصير في عنده احتشاء. قد تشمل التظاهرات القلبيه الاخرى الداء القلبي الدسامه، التهاب العضله القلبيه، التهاب التنمر. قد يحدث بشكل غير شائع أمهات دم الشرايين الحلقوفية والإبطية والكلوية. العلاج بالأسبرين والجلوبين المناعي الوريدي هو العلاج فعال في أغلب الحالات، وعادة يعني يكون المرض أشد خطورة من تكياس أو برجر أو جيانسر. تنازل الشريان مرض مفخخ أو داء الهرولة أو داء يعني فينا نقول أنت ربط سيندروم بوبليتيا. يعني هو أطفال كيف نعالج الأسبرين؟ عادي، ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة أبدا، هذا داء الري انتسب نسوا، يعني صاروا حتى نسبته كثير قليلة، صار حتى الدراسات عم يقولوا إنه كانوا كثير مبالغ فيه، نعطي أسبرين نحن حتى عمر السنة أو سنتين ما نعطي أسبرين كثير بس لكن كثير ما عنده مشكلة، بس لكن كانوا يخافوا من داء الري، داء الري سابقا يعني نادرا شافوا إنه استخدام الأسبرين يعني مقارنة مع نسبة حدوث داء الري عادية، ما عنده مشكلة أبدا. إذا صار يعني في شيء ممكن يمنعه، في شيء مثلا ممكن نعطيه الأدوية معينة عند الأطفال، بس لكن ما فينا إنه تحرم الطفل أو تحرم المريض مثلا بده أسبرين من مثلا الأسبرين خوفا من داء الري النادر اللي ممكن بحالة بكل مثلا 1000 حالة. حتى لو في روسية كمان غيره في بلدي صابقين روسية وأسبرين وما بعرف هلا هو هيك الاصوات تنفيروس نعطي يعني اسبرين، لكن بالافات الوعائيه عند الاطفال نحن بنعطي اسبرين عادي بغض النظر اذا في تنفيروس او لا، يعني انتم بتعطوا هيك هلا نحن بنعطي ما لمستشير الاطفال فيه بقول له نحن بنعطي اسبرين، في مانع؟ بقول له الاطفال ما في مانع، لكن كعلاج العلاج الاساسي تبعه بنعطي اسبرين عادي ما في شيء. نحن ما بالاخير استشاره الاطفال هي اللي بتحدد لنا الموضوع، عند استشاره الاطفال بيكون عندك داء كوزاكي، في عندي مشكلة ممكن تأثر على حياة الطفل وأنا عندي اضطرار الأسبرين، فبقول لك الضريب الأطفال حرف ما في بديل، ما عندك مشكلة إيش بدنا نعطيك مثلا طيب بدو جرين ما بنعطى الأطفال يعني عادة نعطى الأسبرين.
يجب التفكير بتنازل المضاد المفخخ كتشخيص محتمل في اي مريض شاب يشكو ازعاجا ربليا بالجهه مما دعا لتسميته داء الهرمون. يعني بيجي مريض شاب طبعا هو كثير بيختلط مع داء برجر عاده، يعني بيجينا شاب بيصير عنده مشكلة عرج متقطع وألم في الربلي عند المشي والحركة. ما بيجينا مثلاً بالحالات العادية، يعني مثلاً بحالات أول مرض ممكن يجينا بشكل متأخر يكون بعد الانسداد أو بعد الخسار. فهون بيختلف علينا الأمر. مثلاً شاب ممكن يكون مدخن وعنده غياب مبض، فأول ما بتتجه لبرجر فبتعمل استقصاءاتك، ممكن تعمل استقصاءات بالتصوير الصغير لا بيطلع شرايين وسليمة، يعني ما هي شكل داء برجر. ممكن يطلع عنا مثلا انه انسداد بس بالمضاضي وشرايينه تحت شغالة وما عندي مشكلة لا بمظهر لولبي ولا بكلتر الرهيب او اي شيء. فهلق نشوف انه هذا الداء يعني مخاتل شخصه بالنفي، ممكن نشخصه بالنفي او ممكن نشخصه حتى باستقصاءات معينة. هلق نشوف شو الموضوع. شاهد غالبية الحالات 80% لدى الرجال تحدث أكثر من نصف الحالات إصابات قبل بلوغ 30 من العمر مثل الداء برجر. تظهر الأعراض في الطرفين السفليين معا في حوالي 30% من الحالات. الأسباب مجهولة وأغلب الدراسات بتشير لحدوث خلل أثناء التطور الجنيني للأنسجة. ليش؟ لأنه في خلل بالتشريح رح نشوفه هلا لاحقا. تصنيف، نشوف التصنيف والرسم. أول شيء توضع الشريان المضادي الأنسي عضلة الساق ذات التوضع الطبيعي ويترافق مع انحراف الشريان تشريحيا نحو الأنسي. لاحظوا بالطبيعي أي مثل نحن بنشوف مثلا عندما نصور ظليل أو نصور طرف المحور بنلاحظ انحراف بالأوعية شاذ بنلاقيه أنسي. لاحظوا كيف إنه الشريان لازم يكون هيك، فهو منحوف هيك. العضلة هون اللي بالأساس لازم تكون الشريان طبيعي هون ولاكك حواليها، فهون العضلة أي تشنج فيها أو أي وزن أو أي حركة ممكن تضغط لنا على الشريان. يتوضع الشريان أنسي العضلة ذات الارتكاز غير الطبيعي. لاحظوا هون الشريان طبيعي بس لكن العضلة ما هي طبيعية لا في حواليه وممكن تضغط عليه مثل الريم. الثلاثة نتيجة وجود شريط عضلي أو حزمة ليفية شاذة تنشأ من لقمة الفخذ الأنسية أو الوحشية. لاحظوا هون ذات كيف الشريط العضلي فايت بين الوريد والشريان. لاحظوا العضلة هاي اللي ناشئة بالغلط بيناتهم، هاي الشذوذ بنيوي شذوذ من الولادة بيكون تمام، هاي بتضغط على الشريان كمان. ما تحلل الجراح طبعا. يتوضع الشريان العمق من العضلة المضادية بالرابع بالنموذج الرابع. لاحظوا الشريان جوات العضلة، هو عادة الشريان لازم يكون في عضلات، هون عضلة هون عضلة، العضلة ما بتكون سلكة لكن هون بيخترق أنسجة العضلة فبنلاقيه جوات العضلة ذاتها. يعني إذا العضلة تقلصت أو العضلة على المشي تشنجت فبيضغط على الشريان بيلعب منا نقص. أنا نسلخ العضل المطالع بالشريان لما كله الحلم نرجع التشريح مثل ما هو طبيعي عادي ما في مشكلة. الشريان منقص كثير في عضلي اللي عادي ممكن نشق نقص العضلة كلها، نقص القسم كله يا تونا العضلات دائما. إذا الشريان نعم نخلي الشريان إذا متليف أنا بدله قصد التصاقه بالعضل يكون لا الشريان جوات العضلة جوات الألياف، يعني مو إنه ملتصق ولا هاي ممكن تعطل. هلق ليش الأول إذا جوات العضلات ممكن الألياف العضلية بالجراحة كثير كله شاذ. ليش هذول شاذات هاي العضلة الشاذة هون وهون العضلة الشاذة؟ يعني هلا هون نحن بنصير نقص هاي العضلة ونعملها هون بنغير تشريح كلية بس. لكن إذا الشريان متأثر هلا بنشوف في شريان ممكن يصير فيهم دم بنغيره، الشريان ممكن يتليف مع الضغط الشديد ممكن نغيره. يعني العضلة يمكن توصل الصورة. لا عادي ما في مشكلة، يعني العضلات هلق بتوصل طبيعي جدا يعني، بس لكن احنا اهم شيء عمل الشريان نسلك الشريان. التصنيف الخامس اي من الاليات الانماط السابقة ولكن تشمل الاصابة بالشريان والوريد بالمقبضي ويقدر ب 10-15% من حالات المقبضي المفخخ. يعني بصير في عندنا انضغاط بالشريان انضغاط بالوريد، يعني مثلا مثل هاي ممكن تضغط على الوريد والشريان، ممكن يصير عندنا وزنة مرافقة، ممكن يصير في عندنا دي في تي، ممكن يصير عندنا اكثر من شيء له علاقه بالضغط الوريدي. تراجع الغالبيه العظمى من المرضى العارضين بعلاج متقطع في الربلة يتحسن وصفيا بالراحه طبعا قبل مرحله الانسداد.
قد تكون الأعراض لا نموذجية متناقضة حيث تتفاقم الوقوف أو المشي ولكنها تتحسن ببذل مزيد من الجهد. يعني مثلاً بيجي المريض أنه بيمشي بتوجعه وجهه بيمشي أكثر مثلاً أو شيء بيكون صار مثل عضلي مثلاً الثاني أو التشنج تبع مثلاً خف أو عضلت مثلاً وخف التعضيل تبع الرياضة ممكن تخف الأعراض عنده بطريقة غير منطقية. يعني المنطق بقول لك انه مثلا انه نحن بدي ارتاح شوي لحتى ريح تريح العضلات هذا بيمشي فبتتالم بيتالم شوي بيمشي اكثر مثلا او شيء بيزيد بخف الالم عنده فهون بيضيع الدكتور اكثر. فهذا الشيء ممكن يعزى لموضوع الالياف عضليه مثلا انه بيكون العضلات حسب طريقه مشي ريحها مثلا او هرم مثلا في عضلات ثانيه جمله عضليه ثانيه صارت تشتغل. يعني العضلات هاي مثلا صار يلقوا صار يعمل صار تشغل جمله عضليه غير هاي العضله فممكن يكون هالموضوع هذا. اعراض بروده وشحوب وخدر احيانا مثل الاعراض الانسدادات الشريانيه احيانا يحدث اقفار حاد للطرف او اقفار حرج بالمراحل الانتهائيه عند اللي بينسد الشريان او بيتيب يصير في يعني ممكن انسداد حاد او اقفار ممكن يتطور لتموت وممكن يتطور مثله مثل اي انسداد شرياني حاد. يكون نبض القدم مرسوسا وطبيعيا في الراحه طالما لم يترقى انضغاط شريان مضاده الى انسداد. يعني مثلا تجي وتفحص المريض بالراحه بتلاقي في نغل عند المراحل النهائيه اللي بتخلينا يعني نخربط بينه وبين ادوات ثانيه بيصير ما بيكون ما في نغل حتى الإشارة بتكون ضعيفة. فهون نحن بيجي بالنا إنه خاصة إذا المريض شب ومدخن إذا مو مدخن ممكن تخرب مباشرة تشك بالمرض. أما إذا مدخن وعندنا مثلا ما في نبض وعندنا برودة وعندنا مثلا عرج متقطع وحتى ألم على الراحة فهون بتقول إنه يعني بطل الدخان أنت عندك داي برجر ممكن تطلب منه تصوير ظليل هو بيشخص لك الموضوع مثل ما بنشوف إذا كان ردت تحصل الموضوع. يختفي النبض بالعطف الظهري والعطف الأخماسي للقدم حيث توتر هذه المناورات عضلة الساق على الشرايين المحتجز بسبب انسداد مؤقت للمعنى السريكي. يعني ممكن أثناء الفحص السريري نعمل نحن تشنج العضلي أو نعمل مثلا حركة مثل إذا حضرانين فحص الضلع الرقبية. كيف فحص الضلع الرقبية؟ بيرفع الطرف بيعمل بنعمله هيك لورا ومنلف الإجر نلف الرأس للطرف المقابل فهون بتشنج هون العضلات الاخماعيه بتتشنج فتضغط على الشريان ومنجس النبض. فاذا النبض اختفى معناته هون هي اسمها مناورات ميكانيكيه. يعني ممكن بالمناورات الميكانيكيه ممكن نحرض تشنج العضلي وانضغاط للشريان. يعني مثلا العطف الظهري والعطف الاخمصي للقدم يعني هيك نعمله هاي العضله تشنجت نلفها نلف المفصل شوي هيك فالعضله بتكون ضاغطه على الشريان بس حتى العاديين بيتألموا يعني من مور المريضين. في حال ترك الحالة دون علاج يحدث تليف المترقي في الشريان المغضي معطيا صفحة بطانية موردة للخسارة وبالتالي الخسارة الشرياني والانسداد. قد يحدث أحيانا توسع تالي التضيق وتنكس أم دمي في المغضي مشكلة مظهرة للصرمات البعيدة. يعني ممكن يصير أم دم ممكن يصير انسداد. تصوير وعائي ظليل التشخيص الأهم هو تصوير الوعائي. شفنا حتى ممكن طوق المحور الوعائي والمبنى تعتبر رسائل غير واضحة تقدم معلومات مهمة تشخيصية تظهر العلاقة بين العضلات والبنية المحيطة الشاذة والشريان. يجب التفكير بتشخيص تنازل المقبض المفخخ عند مشاهدة اثنين على الأقل من المجرد التالي على تصوير الوعائي الظليل. انزياح الشريان المقبضي القريب الأنثي انسداد بؤري في منتصف الشريان المقبضي توسع تالي تضيق في الشريان المقبضي البعيد. يعني إذا شفنا تشوه في مسير الشريان بالمقبضي هون نشك. إذا شفنا إنه فقط شريان سليم وشريان هون سليم يكون سداد وتليف تليف بس بالبؤرة بالمقبضي فمنشك فيه لأنه بيكون عليه ضغط. توسع تالي تضيق الشريان المقبضي البعيد أم الدم يعني. لاحظوا هون السداد بس فقط خلف الركبة المقبضي خلف الركبة. دكتور شو في شيء سريع يعني يوجهنا إنه نعمل بدنا نعمل شو هلا هدول السريريات عفوا الاعراض السريريه بتشتغل كثير مع داي برجر مثلا ففينك مثلا بالحالات النبض لسه فيها موجود لسه ما في انسداد ممكن تشك مباشره في اذا عندك مريض شب وعندك عرج متقطع ممكن تشك بالمرض العصبي ممكن ببساطه تقول له للمريض روح راجع الدكتور العصبي لانه عندك خدر ونمل مثلا على هاي تضيق قناه شوكيه مثلا ما في شيء
يعني مثل ما قال زميلك النفي هون سياسة النفي، بننفي بننفي بعدين بنشخص. يعني بدك تنفي المشكلة العصبية، بدك تنفي داء برجر، بعدين تشك بالمقبض المفخخ وتطلب تصوير ظليل ببين معك. العلاج، التدخل الجراحي هو الطريقة الأفضل لحل هذه الحالة المرضية، لأن المعالجة عبر اللمعة لا تحل مشكلة احتجاج العضلية. يعني مثلا مثل الضرعة الرقبية، ما في حل للضرعة الرقبية بستنت أو بالون أو شيء، لأنه في شيء ميكانيكي ضاغط. فمثل ما قال زميلكم، ما في شيء له حل غير ما له حل غير الجراحة. ما نغير الوضعية اللي فيها الشريان، المجاورات اللي عم تضغط على الشريان ونصلحها. تشمل مبادئ التدخل الجراحي الأساسي تحليل الاحتجاز الشرياني وإعادة التشريح الطبيعي واستعادة الجريان الشرياني الطبيعي. طبعاً ممكن لاخ الشريان متأذي، ممكن صب المجازي أو استبدال الشريان في حالات الخسارة التام، توسع أو أم الدم بعد التضيق أكيد ما نشيله، تشكل الخطر على السطح الباني إذا كان في خسار، التضيق الشرياني اللي في إذا متليف الشريان. داء بهجب، يعني داء كمان جديد ما نشوفه. في عام 1997 في مصطفى طبيب الأمراض الجلدية بهجة خروصي متلازمة ضمت تقرحات رؤوية. طبعاً داء بهجب داء عام، داء التهابي عام، لكن فيه له أعراض وتظاهرات وعائية راح نشوفها. مثل ما تعرفوا داء بهجب زي درستوه في تقرحات رؤوية، تقرحات تناسلية والتهاب علامة العين والتهاب شبكية. يصيب الرجال أكثر من النساء ويكون أشد عند المرضى الشباب. يصيب الشعوب في حوض البحر الأبيض المتوسط أكثر من بقية العالم. لاحظوا هون مرض كمان مثل حمار البحر الأبيض المتوسط، هون داء بهجب كذلك أمر بها الفوضهات. تركيا يعتبر المعدل من أعلى المعدلات 300 حالة لكل 100,000، مجهول السبب ويعتبر الداء من أمراض المناعة الذاتية. تظاهرات وعائية في المرض، يحدث التهاب أوعية فاسكولايتس بعلية مناعية، غالبا يصيب الأوعية الصغيرة ويصيب الأوعية الكبيرة في حوالي ربع المرضى، بس لكن الأكثر الأوعية الصغيرة بالأطراف. ممكن يصير ظهر ترينو مثلا يكون سبب داء بهجب. قد تؤدي يعتبر التهاب الوريد الخصري السطحي والعميق من أشيع التظاهرات الوعائية في داء بهجب. قد تؤدي الإصابة بالوعي مثلا، ليش من هاي؟ إذا كان صار عندنا تكرر التهاب الوريد الخصري، ممكن وكان عندنا مثلا مشكلة بالفم، مشكلة عينية، مشكلة تناسلية، هون مباشرة بالشك بداء بهجب. قد تؤدي الإصابة الوعائية إلى تشكل أمهات الدم تميل التمزق بأقطار صغيرة وخاصة في الشرايين الرئوية. هون أخطر شيء بداء بهجب هو الإصابة الرئوية، إصابة الشرايين الرئوية. ممكن يصير عندنا نفس دموي، ممكن يصير في عندنا مشاكل في الصدر، بنشوف على الطبقة المخولة إنه في عندنا أمهات دم بالشرايين الرئوية بيكون سبب داء بهجب. طبعاً تتمزق بسرعة لأنه هي العلاقة التهابية أكثر. دائماً كل شيء أم دم التهابية أو كاذبة تتمزق بسرعة. تمام؟ قد ترفع الإصابة الوعائية أيضاً بسبب تضيق وتخسر في الأوعية. التظاهرات الوعائية في الرئتين قد تشمل خسار وريدي أو شرياني، أمهات دم، طبعاً التهاب الوريد الخصري يعني صمي رئوية، ممكن يصير في عندنا صمي رئوية، ممكن صمي رئوي يصير مباشرة بالوريد الرئوي أو الشريان الرئوي. أمهات الدم، ناسور قصب الشريان إذا كانت كبيرة أم الدم وكانت ضغطة على القصبة، فممكن تنوسر القصبة مع الشريان ويصير في عندنا نفس دموي. لاحظوا ناسور شرياني قصبي. لاحظوا هون أمهات الدم كيف؟ يعني هون مشخرة بيكون ارتفاع. طبعاً هون للوهلة الأولى ممكن تشوف تقول إنه هاي احتقان، بس لكن مبيني إنه هون الشرايين الرئوية من هون ومن هون ما كثير متضخمة. لاحظوا على الطبقي الشيء اللي بنشك فيه على الصورة البسيطة، نلاقى فيه أمهات الدم. لاحظوا هون شلون مظهر أم الدم، هذه كبيرة، هون أم الدم كمان، هكذا بهجت. العلاج، يمكن إعطاء الأسبرين في حال وجود التهاب وريد خصري سطحي. التهاب وريد خصري سطحي وليس عميق، العميق بدنا نحاول نشوف مضادات تخسر الجهازية لأنه ما يكفي الأسبرين. تمام؟ تستخدم الستيرويدات لوحدها أو مع مثبطات المناعة الأخرى لكبح سير المرض المناعي وعلاج التهاب الأوعي. وجود إصابة في الأوعية الرئوية يلغي استخدام مضادات التخسر. ليش؟ لأنه أم دم ممكن تفتح السبب بأي لحظة، ممكن تنوسر على القصبات إذا بياخذ ورفرين أو عم ياخذ مضادات تخسر، فممكن المريض ببساطة ينزف ليموت. فمثالك إنه بس صار في عنا إصابة بالأوعية الرئوية أو أمهات الدم فنلغي مضادات التخسر. حديثا نرجع لتصميم أمهات الدم الشرايين الرئوية كعلاج وقاية من النزف في حالة التمزق. عادة كانوا قبل الجراحة، طبعا الجراحة عليها صعبة، بدها فتح صدر وممكن دائرة قلب صناعي، فاخترعوا من الطرق الحديثة اللي هي كويلينج اللي هي تصميم أو أمبوليزيشن بيو بلو
فوتوا بالقسطره بيصمموا الام الدم عن طريق هاي الفتايل او بيحقنوا فيها غراء طبيانه عن طريق القسطره فبيسكروها. هاي من الطرق الحديثه اللي بتلغي لنا موضوع الجراحه بشكل كبير. الله يعطيك العافيه.